للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا مباشرة من مدينة سان بيترسبرغ الروسية الزميل أحمد عبد الصمد موفد التلفزيون المصري إلى القمة الروسية الإفريقية. أحمد، بعد التحية في اليوم الثاني للقمة، انقل لنا الصورة لديك، وضع المشاهد الكريم في الصورة وفي إطار الصورة بشكل كامل ومفصل عن مجريات وجلسات اليوم الثاني من هذه القمة الهامة. نعم مصطفى، بعد أن رفعت الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية في نسختها الثانية، دعني أتحدث عن ردود الفعل للوفود المشاركة والقادة والزعماء. فهناك حالة من حالات التفاؤل هنا متواجدة في الأروقة المؤدية إلى القاعة الرئيسية، بسبب أن هذه القمة لبت إلى حد كبير متطلبات الشعوب الإفريقية، وتحديدا فيما يخص ملف الأمن الغذائي. نحن الآن بصدد انتظار البيان الختامي لهذه النسخة، النسخة الثانية من قمة روسيا إفريقيا المنعقدة في سان بيترسبرغ، ولكن دعنا أن نتحدث بشكل أكثر تعمقا عن مدى نجاح هذه النسخة من خلال القائمين على تنفيذ هذه القمة، وهو السيد أوليغ أوزاروف رئيس سكرتارية منتدى روسيا إفريقيا 2023. مرحبا بك سيد أوليغ. شكرا جزيلا على هذه الإمكانية. بالفعل نحن منبسطين، وفي هناك نوع من الرؤية إيجابية مما حدث اليوم وإمبارح هنا في سانت بطرسبورغ. لماذا؟ أولا، جمعت هذه القمة أكثر من 50 وفد من القارة الإفريقية، وإذا تحدثنا عن الشق السياسي، إذا تحدثنا عن الشق السياسي فتم بحث تغيير على الصعيد الدولي لكل المعمارية للعلاقات السياسية والاقتصادية، ونحن اتفقنا مع الدول الإفريقية أنه من الضروري أن نقوم بالتغيير في هذا النظام الدولي، وننتقل إلى نظام متعدد الأقطاب ومساواة في الحقوق وعلاقات جديدة مبنية على جدوى متبادل والاحترام المتبادل. فهذا ما يخص الشق السياسي. فيما يخص الشق الاقتصادي، كما تفضلتم، أكيد الرقم الأول بين الاهتمامات الطرفين هذا الأمن الغذائي، وتحدث رئيس بوتين كثيرا عن هذا الموضوع في افتتاح المنتدى الاقتصادي وإنساني بتاع امبارح، وهو قال أن روسيا جاهزة لتزويد القارة الإفريقية بالأسمدة، بالغذاء وبالحبوب، بكل شيء، ولدينا إمكانيات أوسع بكثير من إمكانيات أوكرانية 5 مرات يمكن القول، ونحن نلبي 20% من متطلبات الكرة الأرضية. فلذلك لدينا الآن المحصول القياسي في السنة الماضية وفي هذه السنة، وممكن أن نزود القارة الإفريقية بالغذاء، ونحن نعرف أن هذه المشكلة كبيرة، وهناك في عدد كبير في القارة الإفريقية اللي ينقصه الرزق والخبز، الأشياء بسيطة جدا، ونحن جاهزين أن نزود على أساس مجاني إما بالشراء، لأنه كثير من الدول الإفريقية قالوا لنا أنه لا نحتاج المجانا، نحن جاهزين أن نشتري هذا الخبز، ولأنه نحن نريد علاقات، ولكن نريد أن نشتري هذا القمح تحديدا وهذه الحبوب، ولكن بأسعار عادلة تلبي احتياجات القارة السمراء، كما أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته. بلا شك، وهنا في إمكانيات لتبادل على أساس العدالة، لأن روسيا أخذ في عين الاعتبار أنه لدينا المحصول في هذه السنة سيكون قياسي كما هو كان في السنة الماضية. في السنة الماضية كان 1650 مليون طن، في هذه السنة يجوز سيكون 1060 مليون طن. ولدينا في بعض الناس في داخل البلد يسألون لماذا نحن نزود إفريقيا بالحبوب وبالقمح وبالأشياء الأخرى. بسبب بسيط، أنه نحن الآن ننتج أكثر مما هو مطلوب لبلدنا، فلذلك لدينا إمكانيات للتصدير إلى القارة
القارة الإفريقية. ولكن عندما نحن نتحدث عن علاقات بين روسيا والقارة الإفريقية نحن لا نقتصر بالأمن الغذائي، نحن نتحدث عن بناء العلاقات في كثير من المجالات. هناك في إمكانيات لدى روسيا لإيجاد حلول لمشاكل في مجال الطاقة، وأنتم تعرفوا أن نحن نبني الآن محطة نووية في مصر، في هناك إمكانيات حل مشاكل في مجال سيد أوليغ. يعني تحدث عن هذه العلاقة السيد الرئيس فلاديمير بوتين وقال أنها علاقة تبتعد عن الأوراق الرسمية وأن هناك علاقة شراكة حقيقية، ومصر تعتبر حليف لروسيا والعكس روسيا حليف لمصر، ولكن ما هي أهم يعني خطوط أو العناوين العريضة التي ربما قد تكون في مخرجات هذه القمة في بيانها الختامي؟ في بيان الختامي أنتم ستجدوا كثير من الأشياء، كما أنا قلت في البداية كيف نحن سنغير العالم، لأن من وصل إلى سانكت بطرسبورغ هو يشارك في بناء العالم الجديد بدون إملاءات من الخارج، بدون شروط مسبقة وبدون عقوبات مسبقة ومن جانب واحد. نحن نريد أن نبني كما تفضلتم ليس فحص في مجال الأسعار، أحمد لو تسمعني أرجو أن تعرض إلى هذا السؤال على ضيفك الكريم الدولية وهو كلها. متعلق بخصوصية العلاقة ما بين مصر وروسيا. من ناحية روسيا هذا الاجتماع مهم جدا، لأن طموحات روسيا كما اتضح من هذا الاجتماع تنسجم بشكل واسع مع طموحات الشعوب الإفريقية. فلذلك نحن نعتقد أنه يجوز هذا اللقاء سيكون نقطة الانعطاف نوعي في علاقات دولية بشكل عام لعالم متعدد الأقطاب تحديدا، وهو شعار هذه النسخة. ولكن نتحدث عن العلاقة ما بين مصر وروسيا تحديدا، ونعرف أنها علاقة أصيلة، علاقة متجذرة، ولكن كيف تابعت كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وضعت 4 بنود رئيسية لأولوية الشراكة خلال المرحلة القادمة مع الاتحاد الإفريقي، وكيف أيضا ترى خصوصية العلاقة ما بين مصر وروسيا؟ أولا كما تفضلتم وكما قال رئيس السيسي لدينا علاقات متجذرة ولهم جذور تاريخية ورصيد واسع، لأن روسيا وفي أيام من أيام الاتحاد السوفيتي كانت تساعد لمصر في بناء الدولة، في بناء الصناعة وبناء محطات الطاقة الصد الآلي، وروسيا كذلك ساعدت في نزاعات، وفي نزاع العرب الإسرائيلي دائما كان إلى جانب مصر. فلذلك لدينا علاقات خارج يعني أشياء فورمالي كما يقولون، هذه علاقات من قلب إلى قلب، من علاقات صداقة تخطت الثوابت. صحيح، في هناك ثوابت، وأنتم تعرفوا أحيانا الناس يقولون ما هو فارق بين العالم القديم والعالم الجديد. العملة الأساسية في العالم القديم دولار، العملة الأساسية في العالم الجديد goodwill، إرادة جيدة وثقة متبادلة وصداقة وعلاقات جيدة. على هذا الأساس نحن نريد أن نبني علاقات جديدة مع مصر ومع القارة الإفريقية إجمالاً. السيد أوليغ أوزروف رئيس سكرتارية منتدى روسيا إفريقيا، شكرا لك. يعني إذا مصطفى كما تابعت نحن نتحدث عن الإرادة، هذه الإرادة التي تبني العالم الجديد، وكما نعلم أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي يمتلكون إرادة من حديد، إرادة تريد أن تحول يعني أي تعهدات إلى ترجمة حقيقية على الأرض، وهو ما حدث بالفعل في نسخة سوتشي 2019 أثناء رئاسة مصر لها مع الرئيس الروسي، كون السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان آنذاك رئيسا للاتحاد الإفريقي. وأيضا هذه النسخة سوف تلبي كل احتياجات ومتطلبات القارة السمراء، وبالتحديد فيما يخص ملف الأمن الغذائي. أحمد ضيفك الكريم شكرا له، وشكرا أيضا لك على إيضاح هذه الصورة وبالفعل التأكيد على أن هناك عالم أصبح متعدد الأقطاب، وعالم جديد يحقق الأمن الغذائي والعدالة الغذائية وخصوصية العلاقات ما بين روسيا وما بين القارة. شكرا جزيلا لك أحمد، وشكرا أيضا لضيفك الكريم على هذا العرض. شكرا جزيلا.